مرحبا بكم في قناتكم عالم هبة، قناة الوصفات الطبيعية للبشرة والشعر والجسم والصحة العامة. إلى كل من تتمنى أن تكون عندها بشرة صافية لامعة تلمع، ليس فيها تجاعيد وتصبغات وبقع تشع بريقا ونضارة، إلى كل المهتمات بالوصفات الطبيعية والخلطات الطبيعية، إلى كل من تثق في مصداقيتي ووصفاتي تتبع الوصفات هذه خطوة خطوة. الزبادي الطبيعي. نضيف له السكر ملعقتين، نضيف له ملعقتين من مسحوق الحليب باودر الحليب، كل بلد لها ماركة معينة، نيدو أو ماركة ثانية. ضعيه في برطمان، خبيه في الثلاجة، صالح للاستعمال لأسبوع. يوميا صباحا اغسلي به البشرة، خصوصا صاحبة البشرة الجافة والبشرة العادية والبشرة المختلطة. عملي به مساج للوجه صباحا، سواء بأطراف الأصابع أو بشريحة قطنية. ثم أغسلي البشرة بالماء الدافي وكرري العملية بالماء البارد، رشي ماء الورد أو أي تونر خاص بك، ورطبي الوجه وضعي واقي شمس قبل الخروج. هذه الخلطة تستعمل صباحا يوميا أو يوم إيه ويوم لا. ننتقل الآن إلى الوصفة الموالية، ملعقتين من الزبادي الطبيعي، الياغورت الطبيعي دانون مسوس، اللبن الرائب. نضيف لها ملعقة ونصف من مسحوق جوز الهند كوكونيت باودر، في المغرب يسمونها مسحوق الكوكو. اتركوها تتخمر مع بعض لمدة 5 دقائق تقريبا. يمكن استعمالها لوحدها أو يمكنكم إضافة ملعقة صغيرة من النشا، الكورن فلاور، المايزينا. إنه ماسك مقشر في نفس الوقت. طريقة استعماله: نظف البشرة من المكياج، أزيل منها الرواسب إما بمزيل مكياج أو ضعوا بخار خفيف للوجه وطبقوا الخلطة. اتركوها على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم أزيلوها بمساج خفيف بأطراف الأصابع بعكس اتجاه الجاذبية. من الأسفل إلى الأعلى، طبق على الرقبة، على الوجه، على اليدين، ابتعدوا عن دائرة العينين. ثم أغسلوا البشرة بالماء الدافي وكرروا العملية بالماء البارد، ورشوا التونر مثلا ماء الورد أو مغلل بابونج أو ماء الأرز، أو كلها موجودة في القناة، أو استعملوا التونر الخاص بكم، ورطبوا بعد ذلك بكريمكم المرطب أو أحد الكريمات اللي عملناها في القناة. كرروا هذا الماسك يوم إيه ويوم لا، تحصلوا على نتائج مبهرة بإذن الله. هذا الاختيار الأول. ننتقل الآن إلى الاختيار الثاني، الزبادي الطبيعي ملعقتين. نضيف لها ملعقة من دقيق المخبوزات لنعمل بها الكيك والبيتزا والحلويات وليست نشاء الذرة. أضيفوا نصف ملعقة من مسحوق دقيق الأرز، الرز العادي
متواجد في كل بيت أو البصمتي اطحنوه أو اشتروه جاهز مطحون، يباع مطحون. نعصر على الخلطة إما عصير البرتقال أو اليوسفية أو عصير ليمون حامض. المتواجد عندك استعمليه وحسب نوع بشرتك. إذا كانت حساسة لا تستعملي عصير ليمون حامض. إذا كانت البشرة دهنية بإمكانكم إضافة عصير ليمون حامض. إذا كانت البشرة جافة ضيفوا عصير البرتقال. إذا كانت البشرة جافة بإمكانكم تدعيم الخلطة بقليل من زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون أو زيت الورد أو زيت الجليسيرين. مسألة الزيوت اختيارية. أو زيت جوز الهند. تطبق الخلطة على بشرة نظيفة، اتركيها لمدة 20 دقيقة. ازيليها بلطف بقطنة مبللة بماء دافي. اغسلي الوجه بالماء الدافي وكرري العملية بالماء البارد. ورشي التونر المتواجد عندك ورطبي البشرة. طبقيه يوم ايه ويوم لا، نتائجه رائعة. يمكنكم الاحتفاظ بالخلطة في الثلاجة. غطوها ببلاستيك غذائي وأعيدوا استعمالها لثلاث مرات، ثم اصنعوا كمية جديدة. ننتقل الآن إلى الوصفة الموالية. ملعقتين من الزبادي الطبيعي، نضيف ربع ملعقة من الكركم. الكركم مفتح مذهل للون. تأكدوا أنه أصلي وليس مضاف له ملونات ثانية. في الدول العربية إذا موجود عندكم الكركم صافي استعملوه، أو استعملوا كركم أعواد اطحنوه بنفسكم أو اشتروه جاهز مطحون. ضيفي نصف ملعقة من العسل الصافي الأصلي. إذا كان موجود عندك ضيفيه. هناك أخوات مشتركات في قناتي أو زائرات جديدات للقناة يوجد عندهم العسل، من الأفضل أن يضيفناه. إذا كان غير متوفر عندك العسل استغني عنه. أضيفي ملعقة صغيرة من دقيق الأرز. الرز الأبيض العادي اطحنه أو اشتريه جاهز مطحون اختياري. يمكنكم إضافة زيت اللوز الحلو. طبقوه على بشرة نظيفة على كل الوجه، ابتعدوا عن دائرة العينين. يوضع أيضا على الرقبة، على اليدين. يمكنكم وضعه حتى على الركب وعلى الأكواع. إضافة القليل من عصير ليمون حام. يترك لمدة 20 دقيقة. أزيله بلطف بقطنة مبللة بماء دافي. مرروها على الوجه حتى يتبلل الماسك تماما، ثم ابدأوا في إزالته بفرك بسيط دائري وليس بعنف، بالطبطبة بأطراف الأصابع. أزيله بالقطنة وأغسل البشرة بالماء الدافي وكرر العملية بالماء البارد لقفل المسام. رش ماء الورد أو مغلل بابونج أو مغلل الشاي الأخضر أو أي نوع تونر متواجد عندكم، ثم ضعوا السيروم. بعد ذلك ضعوا المرطب الليلي. كرر هذا الماسك 3 مرات في الأسبوع. يمكنكم الاحتفاظ به في الثلاجة مغطى ببلاستيك غذائي ل3 استعمالات، ثم اصنعوا كميات جديدة. هي اختيارات ووصفات وموسوعة من الخلاطات في قناتي، وكل واحدة تستعمل المناسب لها وحسب ميزانيتها والمتواجد في بيتها ونوع بشرتها. هي موسوعة من الخلاطات، وضروري أن كل إنسانة تستعمل الخلطة المناسبة لها حسب نوع بشرتها. طبعا المكونات لازم تكون ذات جودة عالية حتى لو كانت قليلة. شكرا بزاف على الدعم وعلى الثقة وعلى التواجد الجميل في قناتي، ونتمنى تشتركوا في قناتي الثانية Everything with هبة، وتابعوني على الإنستغرام وصفحتي على الفيسبوك. نترك لكم جميع الروابط في صندوق الوصف والتعليق المثبت. شكرا بزاف وسلام.